السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خلود 26. طبعا بنسوي شرح كيف تسوي اعلان في مابك. قبل ما نبدا الشرح اتمنى توصلون 10 لايكات عشان نستمر في القناة. طبعا اول شيء لازم تختار تاخذ وينه تختار جهاز الرسائل الشاشة، اوكي، تحط واحد وتاخذ الزر، اوكي. اول ما تاخذه راح عند هنا تنشيط الفريق، مين تبي اللي يضغط الزر، يعني اذا تبي كل الناس يضغطون الزر حط اي، تبي تيم واحد تحط تيم واحد، عدد مرات التشغيل كيفك، تبي مره يشتغل بعدين خلاص انا اقول لك يفضل تحط على نهاية. التاخير كم تبي يتاخر، يعني اول ما تضغط الزر متى تبي تجي رساله، بعد 3 ثواني ولا كيف، ولا حط بدون، اذا ما تبي تاخر حط بدون، اوكي. نفس التفاعل مثلا استخدم كود كذا، نكتب بدء الاعدام كذا، مثلا بدء الاعدام بدل الاعدام، اوكي. مرئي اثناء تشغيل اللعب حط نعم عشان يبين الجرس. عند التشغيل حط القناه رقم 10 مثلا، مو شرط تحط رقم 10، اي قناه فاضيه عندك تحط 10، انا القناه الفاضيه 10. تسوي كذا تروح عند جهاز الرسائل تحط نفس المكتوب في الجرس، بدا الاعدام، اوكي. مثل الرسالة، مين تبي اللي يستلم الرسالة، يعني بدأ الإعدام مين تبي اللي تجي للرسالة، بس إذا تبي كل الناس حط الكل اللي داخلين في بابك، حط الكل، إذا تبي فريق واحد تحط فريق واحد، أوكي، أنا بحط الكل. الوقت من بداية الجولة حط إيقاف التشغيل، وقت العرض كم تبي، كم مدته، يعني أول ما تضغط الجرس كم تبي مدته يطلع، يعني 5 ثواني أنا بخلي 10 ثواني. تشغيل الصوت، قصدي رسالة ذات الأولية، تبي وشو، هام ولا عادي ولا خطير، أنا بحط خطير. حط الإظهار، مرئي أثناء تشغيل اللعب حط لا. الإظهار عند الإنستغرام حط، أنا بحط 10 لأني حطيت 10، أوكي. الحين نبدأ اللعبة بتشوف. طبعا بتلاحظون ما تلقى، مو موجود ذا حق الاعلانات، شوف بدا الاعداء، تضغط شوف بدا الاعداء، يعني شرح ايدي، اوكي. وبس هذا الشرح، لا تنسوا تضغط اللايك والشير والاشتراك، مع السلامه.